تدوري على دكتور يتابع حالة ابنك اللي لسه مولود. ابنك بيكح كتير وعلى طول تعبان وبطنه وجعاه. ابنك مولود قبل ميعاده وعاوزة تطمني عليه. أمهات كتير عندهم مشاكل صحية مع أطفالهم ودايما قلقانين عليهم، لكن في عيادة دكتور مصطفى عزوز انسي كل المشاكل. دكتور مصطفى عزوز الحاصل على واللي بيقدم لك خدمة طبية مميزة لطفلك عن طريق كشف طبي على الأطفال من سن يوم ل 15 سنة، توفير جميع التطعيمات الإضافية للأطفال، متابعة النزلات المعوية والأمراض الصدرية، متابعة الوزن وحالات تأخر النمو وحالات حديث الولادة والمبتسرين، بالإضافة لوجود قسم خاص لعلاج صعوبة التنفس بأحدث أجهزة البخار والأكسجين. كل اللي عليك انك تشرفينا وهتطمني على صحة ابنك.